السلام عليكم أخوتي في الإنسانية وفي المصير المشترك. دعوني أعرب لكم عن شكري وسعادتي لهذا المبادرة الرائعة لرغبتكم في الاطلاع على قصة حياتي مع السلام في وطني اليمن. أنا الشيخ عبد الرحمن المروني، سخرت من عمري قرابة 23 عاما لبناء السلام في المجتمعات القبلية، وطورت جهودي أيضا لقضايا تعنى بالأمن الإنساني. في هذا المونتاج البسيط سأكون معكم لفترة قصيرة فيما يتعلق بحياتي وجهودي في المجتمعات القبلية. هناك العديد من القنوات والأفلام ومراكز الدراسات، عدت وبثت أفلام كاملة لعل أكثرها شمولية كانت الجزيرة الإنجليزية بعنوان بيس ميكر، صنع السلام، في برنامج الكبير ويدنس قرابة 22 دقيقة كان هذا الفيلم من الميدان. 4 شهور كان معنا السيد مايك المخرج الفيلم وسط الميدان. أستطيع أقول بأنه هناك صعوبات وهناك تحديات واجهتنا، لكن يمكن مشاهدة النجاحات بحدود مئات القضايا والقصص المثيرة من خلال إدخال في موقع التواصل الاجتماعي عنوان الشيخ المروني. سأترككم في هذه اللحظات مع مقطع بسيط من قناة الجزيرة وهي تتناول الصعوبات التي واجهتها. Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. In Yemen, it's difficult to know just how many wars are raging across the country at any one time. For centuries, the country has been plagued by revenge killings and tribal conflicts, some of which may only involve one village against another. The result is over 100 dead Yemenis each year, with many more injured. These localized wars can last for decades and have been described by one government minister as the most serious issue facing the country today. In a country with an average 3 guns per person, disagreements can quickly escalate into murder and war. One man, Sheikh Abd al-Rahman al-Marwani, has made it his mission to bring peace to his troubled nation. He is uniquely placed to bring hostile factions together because as a young man, he himself was attracted to the path of violence. Mike Healy's film, The Peacemaker, follows the Sheikh as he prepares to put himself in the firing line between warring tribes. It's risky work. 15 negotiators from his organization, Dar al-Salam, meaning House of Peace, have... The tribe. An accident. The tribal wars in this male-dominated country have started for much less. مرحبا. دور الدين في بناء السلام. أنا مسلم صوفي، والتصوف يرتبط بالموسيقى والجمال وتأييد السابح والمحبة والسلام. لقد مثل الدين العام الرئيسي في توجهي. تعلمنا من ذرعمة أطفالنا أن السلام هو المقدس للحرب. أذكر كنا صغارا كنا نردد أبيات شعرية: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه في الحب ديني وإيماني، ووجهت وجهي إلى ربي فحبب لي شتى الخلائق أجناسا وألوانا. كبرنا وكبرت معنا قناعة أنه لا يوجد حضارة متعددة، وإنما حضارة واحدة بناها الإنسان، وإن الأديان دين واحد ودين السلام، وإن التعدد ليس إلا في الشرائع والثقافات المختلفة. هذه الثقافة يمكنها أن تؤسس التسامح والتعايش والسلام ليس على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم. وهكذا عملت على ربط الدين بالسلام وتعزيز هذه الثقافة في وجدان عدد كبير من أنصاري، عملوا على نقلها للآخرين رغم الصعوبات والتحديات التي أفقدت عدد كبير منهم حياتهم. أترككم مع نموذج فيديو منها. حينما نعز بالناس الرباط الروحي، ولكن الرباط الروحي الغير قائم على أجندات سياسية، الرباط الروحي القائم على المحبة والسلام والخير للناس، أنه حينما أصلح بين الناس وأصير ضحية أعلم أن نهاية الجنة. الحياة قصيرة. كذلك أخي الشهيد عبد الله أحمد عبد القادر حمد السلام، والذي كان عضو ناشط في المنظمة وشارك في عدة مؤتمرات خاصة بنشر السلام والاعتدال الدين، وكان نتيجة نشاطاته في المنظمة أنهم قاموا بقتلها في شهر. مرحبا. التحدي الأول الذي واجهني في الميدان منذ بداية شبابي كان الهم الأول لي كيف أصبح صانع سلام في المجتمعات القبلية، وبدأت بعرض فكرتي، وكان الرد ما بين السخرية وبين التهويل. المشكلة باعتبار أن الدولة وقفت عاجزة عنها، وبالمقارنة بين المشكلة وصغر شأني
كنت أتراجع لولا صوت من أعماقي عز لدي أن المرء مهما كان صغير إذا كان صاحب حق سيكون له أنصار، وقررت المضي في تحقيق حلمي مهما كانت الصعوبة والتحديات. فكرت كثيرا في الخطوة الأولى وأدركت أن معركة قضية العنف المسلح لا يمكن مباشرتها بدون مشاركة المجتمع. من العام 93 حتى 96 عملت على التنقل بين القبائل للقاء بالقيادة التقليدية والدينية وشرح رسالتي، وسرعان ما وجدت تجاوب شجعني على الآتي: تأسيس منظمة دار السلام في العام 97. Sheikh Al-Marwani was desperate to bring peace to his troubled nation, so he founded his organization. في العام 2001 تم تدشين أول مؤتمر لحد من العنف المسلح، وأشراك المجتمع في معركته شارك فيه حشد كبير ممثلين من مختلف القبائل، وهو ما مثل أمامي نقطة قياس لمدى نجاح رسالتي وتحقيق الخطوة الأولى منها في الطريق الصحيح. مرحبا. يحتوي هذا المنتاج على فصلين: الأول يمثل عينات من البرامج والدخلات المتعلقة بحفظ السلام في المجتمعات القبلية والحد من سوء استخدام الأسلحة وبرامج تجاوزت الوطن إلى علاقة إنسانية واحدة من العام 67 حتى العام 2010. الثاني تزامن مع الحرب على اليمن والصراعات الداخلية من عام 2011 حتى العام 2017. من بين المئات من قضايا النزاعات التي احتويتها والبرامج المختلفة المعنية بحفظ السلام في المجتمعات القبلية، أضع بين أيديكم قصص مثيرة. أزل أبناء مديرية المنار آنس بمحافظة دمار أزلوا الستارة على واحدة من أبرز قضايا الثأر في المنطقة. أسدل أبناء مديرية المنار آنس محافظة دمار الستار عن واحدة من أبرز قضايا الثأر في المنطقة بين قبائل بيت المؤيد وقبائل بيت هبة بعد صراع أمتد 20 عاما. جهود الصلح وحل القضية تم بجهود من قبل الشيخ عبد الرحمن المروني وعدد من الشخصيات الاجتماعية الذين كان لهم اليد الطولة في الوصول إلى حل القضية التي سبق وإن حصدت 4 أشخاص إلى جانب التوقف عن زراعة الأراضي الزراعية التي كانت محور القضية. الله يخرج من الشر ويجمع الشم ويوحد الكلمة على ما يحبه ويرضى. جينا احنا ونحضر من الراغبين في إصلاح ذات البيت. فنشهدكم ونشهد كل من حضر بأننا عافين عافو مطلق. Intervene to stop execution through creating effective and successful means. المحكمة على 2 بالإعدام. 4 قتلى بينهم بيت المطري في 97، 3 القضية 15 سنة، حلينا القضية بالعفو وعفاء المطري على 4 قتلى. بالله عليكم أليس هذا أخلاق؟ دخلوا وصاروا مقاتلين من الطرفين. كان تنفيذ حكم الإعدام حقي يعني في عام 2012 نهاية شهر 12 هنا يعدموني، والحمد لله حصل ناس خيرين دخلوا في القضية، تم العفو عن طريقة المشايخ وعن طريقة عبد الرحمن المروني بارك الله فيهم. Financial compensation to help stop executions. Dar es Salaam organization paid $118,000 to save the convict prisoner in Saudi Arabia Mansour Al-Amhari. عاما في المملكة العربية السعودية والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل قدمت منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف بمبلغ $118,000 كمساهمة في دفع دية القتيل. Conflict resolution minorities and Somali communities and involve them in the various programs of the organization. بين المجتمعين المضيف والمجتمع اللاجئين الصومالي. الشيخ عبد الرحمن ايوه وسوالنا صلح. النجاحات اللي تحققت شجعت الحكومة اليمنية لاستعراضها في المؤتمرات الدولية. العديد من قنوات التلفزيون المحلية عدت وبثت غير عينت منها. أرجوني أن أرحب بالأستاذ عبد الرحمن المروني وهو رئيس منظمة دار السلام. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. نعم، حدثنا والمشاهدين عن الفكرة هذه المنظمة، على ماذا تعملون؟ المنظمة أنشئت في عام 1997 تعمل في 5 محاور رئيسية. المحور الأول هو تدخل لحل النزاعات المسلحة من خلال شبكة مكونة من 250 لجنة سلام، 4200 شخص من الشخص الاجتماعية المؤثرة والعاملة في الميدان. لحد الآن في هذا الجانب أكثر من 1450 قضية نزاع تم احتوائها. اليمنية السيدة نور بعباد وكيلة وزارة الاجتماعية حينما طلبت اليمن إلى أثينا لاستعرض تجربتها في مجال المصالحات، يعني اتباع لشعار الأمم المتحدة عام 2008 عام المصالحات، لم تجد الدكتورة نور بعباد تجربة غير تجربة منظمة دار السلام. فلم أجد
في التجربة الوطنية لبلدي اليمن إلا تجربة منظمة دارسة ورئيس الشيخ عبد الرحمن المروني. مرحبا. ارتبط الأسلحة في اليمن بالرجولة، وبالتالي اي عمل في 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 الحد من هذا العوامل واسبابها يعد تحدي لعقيدة المجتمع القبلي. كان هناك خطوات بدأنا بها مراعين ثقافة المجتمع وخصوصيته، وحتى نتجنب تحدي عقيدة المجتمع فقد نفذنا العديد من برامج حملة توعية المراعية تلك الثقافات، وسرعان ما حققت نجاح مثل المسيرة الجماهيرية الحاشدة والتي بلغت في إحدى المحافظات فقط 50,000 مشارك ومشاركة بحسب تقارير الصحف المحلية الصادرة بالإنجليزية، مثل ذلك نقطة قياس. مرحبا. تطوير برامج هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط تحت شعار نحو إيجاد جيل يؤمن بالتعايش والسلام كبديل عن التطرف والحرب، نفذت العديد من البرامج الأكثر خطورة باستهداف التعليم. شملت برامج لتعزيز التسامح الديني وحوار الثقافات، شملت الأقليات بالإضافة إلى حملات التجنيد الحد من تجنيد الشباب في أعمال عنف، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن الأجانب سلمياً. For the first time in the Middle East, involving some of the sons of the Jewish community. Since 2008, Peacemaker implemented awareness campaigns and programs under the title All Religions Call for Peace, and also worked to involve the children of the Jewish community. In the snapshot, Sam Habib Sam's with Muslim students deals with aspects of peace and tolerance in the Torah. Peacemaker addressed through local television channels the ways, means, stages, difficulties and challenges related to the message of peace and tolerance, which began in the framework of the one religion then the idea of love. ناشر عضو في منظمة دار السلام. الرحمن المروني يتواصل معنا بالتلفون، أي حاجة لكم أي شيء، كل الطائفة اليهودية وكل الضعفاء والمساكين. منظمة دار السلام هي تحب الأديان جميعا، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. كل الطوائف هذه كل الناس يشتوا يعيشوا بأمن واستقرار وسلام كما عاشوا أباءنا وأجدادنا من زمان. ابني صامح عضو ناشط السلام في منظمة دار السلام. أنا هكذا صغيرة بيننا وانسابي القتل والغلط كل وجينا لمنظمة دار السلام الرحمن المرضي دخلوا بالقضية والله الحمد للحنا كل شيء سابر. It's just one man and Al-Qaeda appears to be growing in strength in this religiously conservative country long considered a haven for radicals from Saudi Arabia to the Horn of Africa. The government has also been cracking down on violent activists, but despite this attacks are on the increase, and in 2008 the American embassy was attacked by suicide bombers linked to Al-Qaeda. One man who says he was involved with Al-Qaeda was preparing a trip to Iraq for jihad when Sheikh Al-Malwani convinced him otherwise. والله هو لعب دور كبير الصراحه، يعني كان له زرع فيني شجره يعني او بذره كان لها خير كثير، ومن ما كان عندي افكار اني اعمل واقتل وكذا كانت رجعت أفكار جميلة إني بدل ما كنت أقتل حبيت السلام. دار السلام عبرنا إحنا نزلنا وعين الناس الحمد لله تقاوم معانا غير عادي على ضوها شكل فجال شعبية وتفاعل بين الشباب العوام قبائل، ما حصل أكبر دليل على على إخراج قاعدة في خلال 7 ساعات تلقت رصاصة الأجانب ظاهرة اختطاف الأجانب. من هنا بدأت رحلة وفد منظمة دار السلام. يتم في كل الأحوال على الدولة أن تكون جادة جدا فيما بعدها، لأنه لو كل شخص حل قضيته باختطاف ما بقي في اليمن اثنين. مرحبا. هناك أيضا برامج معنية بقضايا إنسانية، منها المشاركات في المناسبات العالمية
أيضا مشاركتنا في مؤتمرات أقيمت الأمم المتحدة متعلقة بالقضية التي نعالجها. لنا حضور كثير في مقر الأمم المتحدة من خلال فرع أنشأناه في نيويورك، سميناه فرع السلام بين أعضاء الجالية اليمنية الأمريكية. وأنا أودعكم الآن من الحيوي أن أشير بأنه ما شاهدته ما كان يتحقق لولا تعاون كل الناس، بما في ذلك هذه الشركة التي هي الآن منتجة لهذا العمل الطيب. هي شركة إبداع مدية، هي من الشركات الوطنية الرائدة في اليمن، ولها الدور أيضا في دعم جهود السلام. أيضا الأستاذ إبراهيم الحبابي هو مترجم هذا الفيلم. نحن نقول بأنه أصريع القول بأننا لم نقضي يعني على المشاكل المعقدة في الطريق الطويل، لكن خطوة أحسن من لا شيء، وعدت خطوة تكون أفضل. ألف شكركم، وتحياتي وسلامي للسيد مايك الذي أيضا ساعد في إخراج هذا الفيلم وفي نقل إليكم، وأيضا ألف شكر وتحية لمنظمة تنتام التي منحتنا الجائزة، جائزة السلام لعام 2015 كأحد أهم الشخصيات المؤثرة في بناء السلام في المجتمعات القبلية. أتمنى من الحكومات المختلفة أن تراعي كثيرا القيادات الدينية والتقليدية، باعتبار هذه القيادة الدينية والتقليدية لها الأثر البالغ خاصة في عالمنا الشرق الأوسط في بناء السلام في المجتمعات القبلية، لأنه التطرف والإرهاب يعد إحدى عوامل الصراعات الداخلية. وألف شكر لكم مرة ثانية.